مع كورونا، لكن هذه المرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. دونالد ترامب بعد ما خضى هذا الفيروس على محمل الهزل وكان خضاه من جانب تنكيتي، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تدق ناقوس الخطر، خصوصا مع احتمال انتشار رهيب لهذا الفيروس وتسجيل عدة وفيات، الأمر اللي خلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخرج للعلن ويقوم بإلقاء خطاب يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستأخذ احتياطاتها اللازمة، بالإضافة إلى تسخير ما قيمته 50 مليار دولار لعادل قيمة احتياطي صرف الجزائر من أجل محاربة هذا الفيروس عن طريق بناء المستشفيات وتطوير نظام الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية. نروح نتابعوا لقطات من خطاب ترامب. ونحن نستجيب بسرعة عالية ومهنية عالية، فريقنا هو الأفضل في العالم، ومنذ بداية انتشار الوباء بدأنا بوضع القيود على السفر إلى الصين، وضعنا أول عملية حجر منذ 50 عاما، وأعلن حالة طوارئ صحية عامة، وأصدرنا أعلى مستويات تحذيرات السفر إلى الدول الأخرى مع انتشار الفيروس، و